مصطلح جديد اليوم ومصطلح كتير حلو كتير استعمل. You hit the nail on the head. You hit the nail on the head. يعني أنت صبت ضربت المسمار الحديد اللي ندقه. ضربت المسمار على الرأس على رأسه. الحقيقة يمكن في بعض حزوة شو المقصود منها. مثل عنا باللغة العامة بيقولوا دعست بطنه. صبته 100%. إذا أكيد عم تحذر شخص شيء أو عم تحاول تشوف هل هو عارف تماماً شو الجواب لهالسؤال اللي عندك يا أنت. إذا جاوب صح وحذر بتقول له Hey, you hit the nail on the head. You hit the nail on the head. يعني صبت المسمار براسي يعني صبته 100%. أكيد مثل أنا كل الإكسبرشنز أو الإيديومز اللي عم أشرحهم هن من أكثر استعمالاً باللغة الإنجليزية ولازم نتعلمهم. نشوفكم إن شاء الله بكمان مصطلح جديد غداً.